مرة تانية لازم نفضل واقفين ورا فريقنا خلال هذه الفترة، زي ما قلت لحضراتكم الفترة القادمة فترة صعبة جدا جدا جدا، مباريات متتالية، تعاقب لكل المباريات في كل البطولات، سواء دوري أبطال إفريقيا، ما بين دوري، ما بين كأس عالم للأندية، ما بين سوبر محلي، وبالتالي لا قدر الله حصل أي حاجة خلال هذه الفترة يجب أن يكون هناك وقفة كبيرة جدا. أنا لا أقدم لشيء ولا بقول إن إحنا هنخسر ولا الكلام اللي حضراتكم أو اللي ممكن يكون حد بيفكر فيه ده، ولكن أنا بقول لحضرتك أن هذا هو الفارق الكبير دائما ما بين جمهور النادي الأهلي وأي حد تاني. الراجل جاي ريح دماغه لمدة أسبوع، هناك تغيير هتشوفوه في فلسفته واستراتيجيته خلال الفترة القادمة، في تعامله مع اللاعبين، في طريقته في التمرين، ده اللي إحنا عارفينه وده اللي المفروض يحصل خلال الفترة اللي جاية بعد الفترة الأخيرة واللي حصل فيها وخسارتنا لبطولتين وتعادل في بطولة الدوري، وبالتالي الفترة القادمة هناك تغير ملحوظ سوف يراه وسوف يسعد به الجميع إن شاء الله. هنسعد به إزاي؟ من خلال إن فرقتنا تعود للمستوى الطبيعي اللي هي كانت دائما فيه، وتعود للفوز في كل البطولات والفوز بكل المباريات وفي كل البطولات إن شاء الله خلال الفترة القادمة. خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة.